القيروان عادات خاصة في المولد النبوي الشريف، القيروان بكبراتها برجالة كيف كيف. ولما نتحدث عن المولد النبوي الشريف لابد من الحديث على سيدنا البشير بن عثمان. القيروان اليوم كل دار مزينة، الحمد كل دار تحضر، كل دار تدهن للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. الحمد لله، وهذا من فضل ربي. وثانيا ديما القيروان ديما سباقة في الأمور، وخاصة في مولد النبي الشريف. وإن شاء الله برتوس الكل يمشي على طريقة القيروان فيما في سيد الأولين والآخرين. ونشكركم ياسر أنت وخاصة هاربينك علينا. أنا نحب نحكي على القيروان. هاي. القيروان في كل زنقة مسجد، في كل حي مسجد، والأذان لا يغيب عن القيروان، هكذا قالوا. ويسعد ليقوم صبحه في القيروان. الحمد لله، القيروان بكل مساجد، القيروان عندنا جمعيات سواء خيرية جمعيات، معناها أول حاجة القيروان لاهين بالجمعيات اللي يقوم بعمل خيري، وخاصة جمعية القيروان اللي أنت زرتها ما زالت قائمة الذات وتخدم. وانا عطاو عنا طلبة جايين من اندونيسيا. خليني نركز في النقطة هذه. القيروان هي مدينة حفظة القرآن الكريم. القيروان يأتوها من كل صوب وهدم، من المشرق ومن المغرب، لتعلم القرآن الكريم. وهنالك وفود إفريقية مستمرة تمر عبر القيروان لحفظ القرآن. بوركينا فاسو عندنا فيها 45 كتاب، الكل بقرا في القيروان، فهمتني؟ وكينا فاسو قاعد تتبنى في الديار القران، ويحطوا باسامي علماء تونس، فهمتني؟ والقيروان قاعده ديما تخدم في القران، ومعناها ولينا عندنا كليه الحضاره الاسلاميه. تبارك الله، القيروان من اقدم المدن في شمال افريقيا وقبلة المسلمين في شمال إفريقيا. القيروان بلد العلماء، بلد حفظة القرآن، وليست في المولد النبوي الشريف، وإنما هنالك مناسبات دينية على طول السنة. نعم، القيروان هي من عندها علماء وعندها تاريخ، والقيروان اللي البلاد الوحيدة اللي ما دخلهاش الاستعمار، وحدا فتحت روحها القيروان، وجامع عقبة اللي هو أول مسجد تبناه في إفريقيا. جامع عقبة ابن نافع هو قبلة زوار القيروان، إن شاء الله باش يكونوا في المليون ونصف المليون زائر إن شاء الله. في المولد، والقيروان في المولد النبوي الشريف تصبح قبلة للمسلمين الزوار من بلدان عربية مختلفة وإسلامية. أو كان حلينا تو، كان حلينا سفير إندونيسيا وجاب لنا 10 تلامذة يقراو عنا، وباش يزيد يجيب تلامذة باش يقراو عنا في دار القرآن. للتذكير هنالك جمعية مهرجان المولد النبوي الشريف والاحتفالات الدينية بمدينة القيروان. فما رجال القروان، رجال تونس، الناس الكل تتجند لإنجاح هذا العام. اليوم هذا فهمتني، الكل مجندين ماليا وأدبيا. ماليا وادبيا. نعم. سيد البشير. تراسي القيروان مقصرين في حقها. لا يس. القيروان المدينه العتيقه تنسيت، القيروان في المشاريع تنسيت، ولو انه القيروان هي الاولى فلاحيا في تونس وهي اللي توكل فينا. القيروان على مراد الله ما عندهاش حظ، كل نظام يجي لدى القيروان. بدينا من بوركيبة حتى للآن القيروان ديما ما عندهاش حظ اقتصاديا، لأن القيروان مقامة فيها شعائر الإسلام. هذاك علاش من اللي وسع عليها بوركيبة قاعدة متواصلة، هي مثلا سفير السبعة الكل، القيروان ما سفير سبعة سيدي بوزيد والكل، بحيث معناها ما ثم تقديم في البلاد إلا سفير ثلاث. هذاك ماشي يعطلوا فينا حتى في مجاري. تتصورش انت السبيطار اللي باش تبنيه السعوديه التوا معطلينه، فهمتني؟ ان شاء الله باش يزورنا الرئيس في المولد
ممكن تجددوني دولاري لما يتم المشروع. ان شاء الله القيروان معناتها في المستقبل افضل ان شاء الله، وان شاء الله يعاد احياء هذه المدينه اللي هي جزء من التاريخ الاسلامي، جزء من فخر تونس ومن الاقطاب السياحيه اللي موجوده في بلادنا، اللي باش يجيوها تقريبا مليون ونصف المليون زائر ان شاء الله في المولد النبوي الشريف. ان شاء الله ومرحبا. انا ماذا بينا انت خاصه لازمك ترجع تلتفت للقروان كما جيت نقبل. وهذه سيدنا البشير بن عثمان من كبارات القيروان، انا فرحان به وفرحان بالمعرفه نتاعو، لانه بالحق معناتها من الناس اللي تخدم في بلاده. القيروان تستقبلكم جميعا، من يريد الحضور في المولد النبوي الشريف نقول لكم راهي ديار القراوه مفتوحه لكل الزائرين، كل قروي راهو يستقبلكم، كل قروي راهو داره محلوله يعشيكم، كل قروي راهو يدلكم، والقيروان هي الام اللي باش تستقبل التوانسه الكل وكل الزائرين العرب والمسلمين من كافه الدول العربيه الاسلاميه والصديقه كذلك. هكا سيدي البشير ولا ربي يبارك فيك، وانت تعرف عشت مده في القيروان، والاول والانسب تجينا لان جيانك يفيد القروان، لانك انت تمثل الاعلام والبلاد مقامها كان بالاعلام. يعطيك الصحه والحمد لله. معناتها كما وريناكم الصور وتشوفوا في الصور، المولد النبوي الشريف انطلق في تونس من شوارع حبيب بورقيبه في انتظار الانطلاق الرسمي بالقيروان. القيروان مليون ونصف المليون ان شاء الله باش يكونوا حاضرين، القيروان في صوره خاصه ما ترتيوهاش، لانه المولد في تونس نوع آخر ومذاق آخر واحتفالات أخرى وعدت